بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم شرح بسيط. وانا بعتذر لاستكمال شرح برنامج الوورد اللي كنا بدأنا فيه وشرحنا 3 فيديوهات و3 تريكات جميلة عن برنامج الوورد، ولكن هنشرح النهاردة او ممكن في الحلقة القادمة قانون التصالح. قانون التصالح 187 لسنة 23، بما ان احنا طبعا هذا القانون يخص ناس كتير جدا، وبما ان احنا متخصصين في حماية الاراضي، وهنشوف الفرق بينه وبين القانون 17 لسنة 2019. هنشوف الفرق بينهم وايه اللي جه مع القانون 187 لسنة 23. لو كنت أول مرة تشاهدنا يشرفنا اشتراكك، فعل زر الإشعارات وما تنساش تعمل شير حتى يستفيد الجميع. اصبر معايا في الشرح علشان تفهم كل ما يدور في ذهنك من هذا القانون وكيف تستفيد منه. نبدأ على بركة الله. أولا، أول مادة فيه لابد انك تعرفها، مع عدم الاخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لاحكام القانون 17 لسنة 19 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعه، ومع مراعاة ما ورد في شأنه من نص خاص في قانون المحال العام الصادر بالقانون 154 لسنة 19، يعمل باحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعه. أول حاجة لازم تعرفها إن اللي خد تصالح على القانون الأول اللي هو القانون 17 لسنة 19 ده خلاص، ده أمره منتهي وماشي في طريقه. يبقى ده أول حاجة لازم تعرفها. الحاجة التانية اللي لازم تعرفها وهي المادة التانية دي، إن يلغى القانون رقم 17 لسنة 19 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. يعني لازم تعرف إن قانون التصالح 17 لسنة 19 تم إلغاؤه تمام في 31/3/2021، انتهى العمل به تماما وأصبح لاغي تماما. طيب، هناك بعض التصالحات في طبقا لاحكام القانون 17 لسنه 19 في اوضاع، 3 اوضاع. الوضع الاول، واحد خلص فلوس وخد الموافقه وخد نموذج 10، ده خلاص لو داخل الحيز العمراني، كانه حصل على ترخيص، بيبدا يقدم على مرافق به وبيبدا يكمل البناء، ولكن طبقا لقوانين البناء. بمعنى هناك قوانين في الوحدات المحلية بتنظم البناء، بتاخد مراعاة عرض الشارع وبتاخد الحالة الصلاحية المبنى الإنشائي. طبعا ده خاص بالوحدات المحلية، ده هم بيكملوا معاك به. طيب، في هناك حالات قدم تصالح ولكن ما كملش الفلوس بتاعته، يعني ما دفعش الفلوس اللي هي المقننة. هناك فرق، في حاجة اسمها رسوم، وفي حاجة اسمها دفعات لجدية التصالح. فالفلوس اللي اندفعت معاك في جدية التصالح انت هتكمل معاها بالقانون ده للحالات اللي اللجان ما قدرتش تاخد فيها رأي، فهيطبق عليها القانون ده وهتدخل ضمن القانون الجديد اللي هو 187 لسنة 2023، والفلوس مش هتروح عليك وهتكمل. ده لازم نعرفه. طيب، هنا بيقول ايه؟ تحل طلبات التصالح وتقنن الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 19 ولم يتم البت فيها أو لم تنقد مواعيد فحصها بحسب الأحوال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة الآتي. يبقى القانون الحالات اللي ما تمش الفصل فيها في القانون
17 لسنة 19 هتكمل معانا بإيه؟ في ناس ما سددتش رسوم أهو، عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد تصالح في حال سددتها من قبل، يبقى الفلوس مش هتروح عليك، الفلوس هتتحسب. يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا للقانون 17 لسنة 19 المشار إليه. يعني هيحاسبوك إذا قبل التصالح بتاعك وأنت مقدم من القانون الأول اللي هو 17 19، هيحاسبك بسعر المتر في القانون القديم اللي هو 17 لسنة 19، ولا يحاسبك على سعر القانون الجديد اللي هو 178 لسنة 23. دي النقطة دي خلاص أنت عرفتها. طيب، ثلاثة، استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل طلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم بحسب الأحوال. يعني أنت مقدم طبقا للقانون 17 لسنة 19 اللي هو القانون الأول، خلينا نسميه القانون الأول ونسمي الثاني القانون الجديد عشان ما نتلخبطش. وفي دعوة قضائية مرفوعة، الدعوة القضائية دي تظل موقوف نظر الفصل فيها لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات واستكمال الإجراءات التصالح. ده نقطة رقم ثلاثة. هنا بيقول إيه؟ ويجوز ذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون 17 ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها للتقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. نفهم من النقطة دي ايه؟ نفهم من النقطة دي ان انت لو قدمت تصالح طبقا للقانون الاول اللي هو 17 سنة 19 وتم الرفض، هل يجوز لك انك تقدم تظلم وتقدم تصالح جديد؟ اه، يجوز لك انك تقدم تظلم ويجوز لك تقديم على تصالح جديد، ولكن فيه هنا لو انت كنت دفعت فلوس هتتحسب لك، ولكن الرسوم هتدفع رسوم جديدة، يبقى هتدفع رسوم جديدة فقط، ولكن الفلوس اللي انت لو كنت دفعت منها او اقساط كويس او جديد تصالح هتبقى موجودة معاك في القانون الجديد ومش هتروح عليه. وذلك كله دون الاخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلباتهم تصالحهم وتقنين اوضاعهم في ظل العمل بالقانون 17 المشار اليه مع التقدم بتطلبات تصالح وتقنين الاوضاع وفقا لاحكام القانون الجديد اللي هو المرافق، يعني اللي هو معانا 187 سنه 23. الماده الثالثه، يجوز في المخالفات التي كان محلها اعمده او حوائط او اعمده وحوائط او اعمده واسقف فقط والتي قبل بشانها التصالح وتقنين الاوضاع في ظل احكام القانون 17 لسنه 19 المشار اليه أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصالح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرفق. الحتة دي مهمة جدا والناس هتسأل فيها. معنى إيه؟ أنا قدمت تصالح في الأول على أعمدة وحوائط وعايز أصب قالوا له أقف. ما ينفعش. أنت عامل تصالح يا عم على الوضع ده ولو عملت سقف لا يجوز وهتبقى مخالف. القانون ده بقى جديد اللي هو معانا واللي احنا سميناه الجديد اللي هو 187 لسنة 23، لا يجوز لك انك تستكمل وتصب السقف على ذات المسطح وذات العين طبقا طبعا لو انت داخل حيز العمراني طبقا للقواعد بتاعة البناء في الأحوذة العمراني. ايضا لو انت خارج الحيز العمراني وتم الموافقة بيتم برضه قبول انك تكمل السقف في الدور الاول وتكمل اجراءاتك طالما قبل التصالح ومعاك نموذج 10. نيجي للمادة الرابعة. المادة الرابعة، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض مشترك. طبعا المادة دي هو خلاص اللائحة التنفيذية اصدرت 4/4/24 وانتهت القصة. نيجي بقى هنا
لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء. القانون 17 في 17 ديسمبر 2023، ونشوف المواد بتاعته. المادة الأولى: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قارين كل من الجهة الإدارية المختصة يعني المحافظات، السلطة المختصة المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، طلب التصالح طلب يقدم من ذوي الشأن. مادة 2: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظمة الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون. لما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والضوابط الآتية: تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقع قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقع على الشوارع التخطيطية غير المنفذة، التعدي على حقوق الارتفاع المقرر قانونا بشرط الاتفاق مع بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع عن النحو الذي مبين. عشان نفهم النقطة دي، مادة 2 دي، تعالى كده نروح للقانون 17 لسنة 19. بيقول ايه القانون ده؟ خد بالك، هنا كان القانون ده بيقول لك بيحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية. ركز كده: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، قال لك ما ينفعش التصالح عليها، التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع، المخالفة الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تم بطلب توفيق أوضاعه، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، والتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة. هنا بقى القانون الجديد قال لك إيه؟ قال لك أول حاجة السلامة الإنشائية دي ممنوع التصالح عليها، ثبت عليه. طب التعدي على خطوط التنظيم، لو أنت مقدم على تصالح لمبنى، المبنى ده تم إقامته قبل ما يوضع تخطيط التنظيم، يبقى هيتقبل التصالح بتاعك، لأن أنت عملته قبل ما يوضع تخطيط تنظيم للمنطقة اللي أنت فيها. طيب، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، كان قال لك ما يجوز التصالح عليها، لا، هنا يجوز التصالح عليها ولكن بشرط. هتعمل تظلم، كويس؟ وفي الحالة دي هيقبل التصالح بتاعك ولكن هيحاسبوك بثلاث أضعاف سعر المتر. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع. هنا لابد انك ترجع لسلطة الطيران المدني عشان تحدد لك الارتفاعات، ولكن الارتفاعات هنا بالنسبة للمطارات على بعد 15 كيلو، وانت قريب من المطار على بعد 15 كيلو، لابد انك ترجع لهم وهم هيحددوا. فان وافقوا على التجاوز ده بتقدم، بيبقى ده مستند مطلوب للتقديم للتصالح، وبيمشي التصالح ويقبل التصالح بتاعه. جزء خامس: البناء على الأراضي المملوكة للدولة، كان لا يجوز التصالح عليه، لا، يجوز التصالح عليه ولكن بعد إنك توفق أوضاعك مع الجهة صاحبة الأرض، اللي هي أنت باني على أراضي مملوكة للدولة، توفق أوضاعك معهم ويجيبوا لك موافقة وتقدم على التصالح. طيب، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، دي لا يجوز طبعا التصالح عليه. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، تغيير الاستخدام يعني أنت قدمت على في منطقة مثلا صناعية أو تفصيلية غيرت الاستخدام بتاعها، لا يجوز في القانون الأول التصالح عليه، هنا يجوز ولكن بتدفع 3 أضعاف قيمة التصالح. يبقى ده عرفنا القانون كان ايه اللي بينص على ده. يبقى هنا عادة تاني: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بمخالفة أحكام القانون البناء قبل العمل بهذا القانون، كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل، تغيير الاستخدام قلنا يجوز فيها، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم،
والواقع على الشوارع التخطيطية التعدي على حقوق الارتفاع المقررة بشرط الاتفاق مع الطالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع اللي هي الخدمة اللي هي إيه؟ اللي هي الطيران المدني يعني، على النحو الذي تبينه لائحة تنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاع مع جميع أصحاب حقوق الارتفاع. ده نكبر شوية كده ماشي. بعد كده 4، المخالفات التي تمت بالمباني والمجهزات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون ده 144 سنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقا للشروط أن تكون المخالفة قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري. يعني أنت عندك مبنى رحت تقدم تصالح عليه، قال لك والله المبنى ده مسجل في حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. هنا بقى لو أنت عملت المخالفة قبل ما يتم حصره ووضعه لازم يوافقوا لك على التصالح، ولكن إذا كان أنت عملت المخالفة بعد ما تم حصره بالمباني المنشئة ذات الطراز المعماري المتميز لا يقبل التصالح. يبقى لو قبل ما يتسجل ويتحصر هيقبلوا التصالح، غير كده لا. نمرة ب، ألا تكون المخالفة بالتعليق أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، ألا تؤثر مخالفة على المبنى، وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر. يعني انت عملت المخالفة ما تكونش المخالفة دي بتهدد المبنى بالانهيار او بتؤدي الى اي مخاطر بالنسبة للمبنى ده بعد الحصر. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لو وافق لك برضه، المخالفة التي تتم بالعقارات الواقعة داخل حدود النطاق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى للتخطيط والعمرانية وفقا لقانون البناء الصادر 19 سنة 80 وفقا للشروط. كل الكلام ده بينطبق على اللي احنا قلنا. بعد كده بالنسبه يجوز قيد الارتفاع المقرر وفقا لاحكام التيار المدني، قلنا لازم تاخد طبعا موافقه من القانون المدني، وخاصه في الاماكن القريبه من المطارات على بعد 15 كيلو. 7، البناء على الاراضي المملوكه للدوله طبعا بيجوز تصالح عليها وفقا للاوضاع لما توافق وضعك مع صاحب او الجهه صاحبه الارض. تغيير استخدام العقار بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة عدم تعرض الاستخدام المطلوب للتصالح عليه مع الاستخدامات المصطلح بالمنطقة. يعني أنت رحت في منطقة سياحية كويس، ما ينفعش تيجي في منطقة سياحية وتعمل ورشة تذكار السيارات. المنطقة دي منطقة سياحية مخطط لها تفصيلي، منطقة سياحية ما ينفعش، يبقى هنا لا يجوز التصالح عليه. طب أنت عملت سوبر ماركت مفيش مشكلة، شيء طبيعي ان يبقى في سوبر ماركت، هو ده المقصود بتغيير استخدام العقارات للاشياء المخطط تفصيليه لها من الجهه الاداريه. حاجه صناعيه كويس، حاجه صناعيه منطقه صناعيه مخطط لها تفصيل صناعي منطقه صناعيه، انت رحت عملت فيها مزرعه دواجن ما ينفعش، او غيرت المبنى ده وعملته مزرعه دواجن ما ينفعش، لا يتفق لا يتفق معاه. اعتقد الشرح واضح. رقم 9، البناء خارج الاحوزه العمرانيه المعتمده، وده اللي خاص طبعا في القانون الجديد وهيخص به البناء طبعا والمخلفات طبعا الواقعة والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية. الفيديو 18 دقيقة وشوية، فأعتقد إنك هتزهق، فهنسيب البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وهنشرحه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي علشان ما نطولش. أما أعتقد هو جزء كبير جدا لازم ينشرح بالتفصيل، لازم ينشرح بالتفصيل وياخد وقت معانا، فاحنا نكتفي هنا ونقف عند البناء خارج الأحوزة العمرانية، وهنشرح القانون ده في الفيديو اللي جاي. تابعنا وما تنساش متابعة ولايك وشير، فعل زر الإشعارات أي التنبيهات علشان لما ننزل الفيديو بعد بكرة إن شاء الله أو بكرة بالكتيرة إن شاء الله بإذن الله تعالى علشان نكمل شرح هذا القانون. في النهاية طبعا بتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح. اللهم احفظ مصر أرضا وشعبا وسماء، وإلى أن ألقاكم، شكرا وإلى اللقاء.